ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. منهج السالكين، باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، ما هي الأمور أو الأشياء التي تنقض الوضوء؟ قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا، من مطلقا يعني من عين أو ريح، سواء كان هذا الخارج عينا كالبول والغائط أو ريحا. نعم، الخارج من السبيلين مطلقا من عين أو ريح. قال: والدم الكثير ونحوه. والدم الكثير ونحوه كالقيء مثلا والقيح، هذا ما يقصدونه، ولكن لا دليل على هذا الأمر الثاني، لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. فإذا انجرح أحدنا وخرج منه الدم فخروج الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء. والصحابة رضوان الله عليهم صلوا في جراحاتهم. الأمر الثالث: وزوال العقل بنوم أو غيره كالإغماء مثلا أو البنج مثلا. وزوال العقل بنوم، هل النوم مطلقا ينقض الوضوء أم فيه تفصيل وفيه خلاف بين أهل العلم؟ الصواب فيه خلاف يا أخوة بين أهل العلم. عند الشافعي رحمه الله: من نام ممكنا مقعدته فهذا النوم لا ينقض الوضوء. وبعضهم قال: إذا نام مضطجعا أو متكئا انتقض وضوءه. من نام مضطجعا أو متكئا، متكئا يعني هكذا يتكئ، ومضطجع انتقض وضوءه. بعضهم قال فرق بين الثقيل، النوم الثقيل والنوم الخفيف، قال إذا كان النوم ثقيلا انتقض وضوءه، وإذا كان خفيفا أي بدايات النوم فلا ينتقض الوضوء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء وتخفق رؤوسهم وينعسون، وكان بعضهم ينام وهو جالس ممكن مقعدته بالأرض فتقام للصلاة، يقومون للصلاة ولا يتوضؤون. نعم، إذن ما هو الراجح يا أخوة؟ الراجح والله أعلم، نذكر الراجح ونذكر الأحوط. الراجح هو إذا كان في بداية النوم وممكنا مقعدته بالأرض فهذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، يعني بدايات النوم لا تنقض الوضوء. أما إذا كان النوم مستغرقا فهذا ينقض الوضوء، النوم المستغرق ينقض الوضوء، هذا الأرجح. وما هو الأحوط؟ الأحوط يا أخوة الوضوء عند كل نوم، سواء كان خفيفا أم كان مستغرقا، الأحوط والأسلم والله أعلم، ولكن لا نجيب هذا، قلنا الأحوط والأسلم ليس من باب الإجاب. نعم، وقاسوا على النوم كل ما يزيل العقل كما ذكرنا بالإغماء أو بالجنون أو بالسكر أو بالبنج. نعم، إذا زال العقل فماذا؟ يجب أن يتوضأ. قال: وأكل لحم الجزور، أي الإبل، أكل لحم الجزور، لورود الحديث الصحيح في هذا، أكل لحم الجزور خاصة
ليس كل ما كل لحم كل حيوان، وإنما أكل لحم الجزور، وهناك ما مسته النار ففيه الوضوء، لكن هذا منسوخ منسوخ. والثابت هو الوضوء من أكل لحم الجزور. قال الخامس: ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة، الدليل على هذا: أو لامستم النساء. من رأى انتقاض الوضوء بمس المرأة بشهوة استدل بالآية: أو لامستم النساء. ولكن الصواب والراجح والله أعلم أن الآية لا تدل على هذا، لأن اللمس في الآية كناية عن الجماع، اللمس في الآية كناية عن الجماع وليس عن اللمس باليد، فلا دليل على هذا يا أخوة، والله أعلم. قال: ومس الفرج، حديث بسرى بنت صفوان: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. ويوجد حديث آخر: هل هو إلا بضعة منك؟ والعلماء اختلفوا في هذين الحديثين، منهم من جمع ومنهم من قدم الحاضر على المبيح، ومنهم من رجح أحدهما على الآخر. والأحوط والله أعلم في هذا: من مس ذكره بشهوة، لوجود الدليل. لماذا لم نقل في مس المرأة؟ لعدم وجود الدليل، أما هنا يوجد دليل: مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء، والله أعلم، هذا الأسلم والأحوط. قال: وتغسيل الميت. تغسيل الميت جاء فيه حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن بعض أهل العلم ومنهم السعدي رحمه الله قال: لا يتعين حمله على الوجوب. من غسل ميتا فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. تغسيل الميت فيه الغسل كذلك، لكن العلماء على عدم وجوب الوضوء من غسل الميت ولا من حمله. الثامن، اكتب يا أخي: وبما يوجب الغسل، بما ينتقض الوضوء، الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء، الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء، كالجماع، كالجماع. والردة، نعم، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: ثم يذكر الأدلة على ما سبق: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قلنا: لامستم النساء كناية عن الجماع. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال: في الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم. نعم، يعني ذكر أو قارن النوم بالبول والغائط، فكما أن البول والغائط ينقضان الوضوء فكذلك النوم ينقض الوضوء. إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبارك الله فيكم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.